حوادثهم تكررت في الآونة الأخيرة وتصدروا الترند مرات عديدة. طلبوا الحكومة بإيقاف استخدام النفط، وعندما لم يجدوا رداً قرروا لفت نظرها بالقوة. فما القصة؟ هم مجموعة من نشطاء البيئة يطلقون على أنفسهم اسم أوقف النفط أو Just Stop Oil. يطالبون الحكومة البريطانية بوقف أي ترخيص مستقبلي للتنقيب عن النفط أو إنتاج الوقود الأحفوري في المملكة. وكون الحكومة لم تستجب لهذه المطالب حتى الآن، حاول النشطاء لفت نظرها بافتعال حوادث ومظاهرات وصل صداها إلى العالم، كأن تظاهروا في الشوارع ملصقين أيديهم بالأرض ومعطلين حركة المرور، وتسببوا بتأخير سيارات الإطفاء عن أماكن الحرائق في مظاهراتهم غربي العاصمة لندن، وسكبوا حساء الطماطم على لوحة شهيرة للفنان فان كوخ في المعرض الوطني بلندن، والتي تصل قيمتها إلى عشرات الملايين، بل وتسلقوا صواري الجسر عند معبر داتفورد، واضطرت الشرطة على إثر ذلك لوقف حركة المرور ريثما يتحرك الناشطون. فهل يغفر لهم حسن نواياهم ورغبتهم بالحفاظ على البيئة أن يفتعلوا كل ذلك الشغب؟